سوريالي. خلص خلصنا اوديو وتسجيل وهالقصص وحطلع على التلفزيون. مو تلفزيون يعني، حوقف قدام الكاميرا واخيرا يعني، لانه 4 سنين قاعده عم عكي بهالمعهد وبهالتمثيل، واهلي وجيراننا وقرايبين لك، حتى السمان بيقلي امتى بدنا نشوفك على التلفزيون؟ بدي اقول له لاهلي متحمس، بقول لهم ليكو اخذ بطوله بمسرحيه، بدي اعمل دور اوفيليا. بقول لك شو موبيليا موبيليا، امتى بدنا نشوفك على التلفزيون؟ بقول لهم طيب بعثوا لي حوالي. بيقولوا لي عم تشوفي ليش جمال سليمان؟ كأنه جمال سليمان بيجي على المعهد بيعمل فتلة وبيطلع يعني، شو بعرفني؟ طب ليكي شو اسمه سلافة وخرجي، طويلة ولا قصيرة؟ صدر كبير ولا صغير؟ بنت خالتي بدي قلي الساعة 8 الصبح عن جد بسألني ليكي داش حيدر ماتت ولا إشاعة؟ عن جد قلي لي. لك أنت مصدق أنه أنا بالوسط الفني من كل عقلك مصدق؟ شو بعرفني عن جد شو بعرفني؟ بس خلص هيطلعنا على التلفزيون، بس على الراديو كيف ما بعرف شو بعرف. المهم كنت عم فكر أنه كيف بدي اقدم البرنامج، كوني انا اول مره بقدم برنامج بوقف قدام الكاميرا، محدثه كاميرا انا يعني قلت لكم. فصرت استحضر بذاكرتي مقدمات ومذيعات البرامج، ما كان يطلع براسي غير شو اسمها فاتنة محمد وهي عم تستنطق الاطفال، والثانيه عز الشرع وهي عم تحقق مع الكبار. وذاكرتي الجديده مليانه بمذيعات برامج الصباح تبع الدنيا، تنتين الحلوين اللي بيقعدوا جنب بعض الصبح، الوحده منهم عم بتقول مقدمه الصبح هذا موضوع التعبير، وتاني هيك ناطرتها انه يلا خلصينا سلميني دوري يلا، بس نفس الوقت عم تطلع على مكياج انه لك ازبط من مكياجي زوزو مزبط لها شعراتها اكثر من شعراتي، انا بورجيك زوزو ماشي بكره بتقوم انا هديك بتسلمها بتكون هديك خلص انه فاصله يعني ما لها معها يعني ما شردت، فبتتلبك بتلبك والمخرج وينه كمان متلبك، المصوري بتلبك لك نحن بنتلبك. المهم بعد كل هي اللبكه بيعتذروا عن الخطا الفني ببساطه وبيكملوا حكي عن الغده الدرقيه. يعطيك العافية استاذ، بس بعيتك انه هي ما معها كلها هيك على بعضها. ايه مدى وقت؟ Just 4 days. 4 days؟ يا شباب جيبوا 4 days يا استاذ، شوفكم من الصبح عم يشتغل جيبوا 4 days. ويلكم استاذ. على راسي والله. شدي بنا عادة اعزائي المشاهدين على راديو سوريالي ومع صورة كمان، والحكي مو مثل الشوف، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. ولي ما اخلصهم ولي شغلات ما عم بقدر اطلع من هدول القوالب الجاهزه تبع التلفزيون، شو اعمل؟ كل عام وانت بخير. اهلا يا مخلص، جيت بوقتك. يعطيك العافيه، اشربي مي ريحي اموري. اسمعي يا زلمه. تفضلي، حاجنا شوقة. صلي سعادتك. انا برايي كان الشغل كثير حلو. يعني في حركات ظريفه، في تنويع بالحكي. اوكي. انا برايي بس بدك شوية رياحة وريلاكس هيك وبترجعي كثير. خلص ريح وارجع. ايه ريحي. شلي بناء رجع، بس هالمرة صوت وصورة، كل مرة حلقة جديدة رح نحكي عنها، رح نشلي، رح تشلو، ورح يشلو. تابعوني أنا جيرار أغباشيان. شو جيرار أغباشيان؟ جيرار تركناك ثانيتين جاي تحاربني بالوسط يا زلمة تاخذ البرنامج مني؟ شبك يعني اجيتي نطيتي شكيتي بنص الوسط؟ إيه خلص هذا برنامجي لو سمحت. يعني إذا برنامجك حاج تنجيم. جيرار هذا برنامجي. هذا برنامجي. هذا برنامجي. هذا برنامجك. لك انا نص نجوم بلدك مارقين علي، نجوم الداخل والخارج لك، ونجوم الازمه كمان. الازمه كمان. خلص روح خلص روح. اطلع لبرا اطلع لبرا، حمل حالك واطلع لبرا اطلع لبرا. نرجع لموضوعنا. سؤال بتردد براسي دائما، انه شو هي العلاقة السحرية بين رمضان والدراما؟ ليش ما في علاقة مثلا بين رمضان والسينما او المسرح التجاري او اي شيء؟
وانه لو ما في رمضان كان في دراما، ولو ما في دراما شو حيشتغلوا الممثلين الكتار كتير هلا صاروا، وانه 30 حلقه على قد الشهر، ولما بده بتكون يعني تحضر اول حلقه العشرة الاخيره خاصه الحكايه بتفهم كل رمضان من اخره يعني. بس الصيام هلا غير متناسب مع نهضه الدراما بسوريا والوطن العربي، يعني هلا صار في جرأه ومشاهد تفشيخ وتشليح وتمشيح وحريه، يعني انه بس حريه بس بالدراما طبعا، يعني انه على عين الحريه بالدراما وعلى عين نقل المشاهد الساخنه من وراء الكاميرا لقدامها يعني. بس في واحد قاعد عم يستغفر ربه 24 ساعه وصايم وعم بكفر عن ذنوبه، بشغل هالتلفزيون بيطلع له كلوزات لخلفيات وصدريات وموبقات ومنكرات يعني. عطها الإجزاس، مو راكبة مو ظابطة مو منطقية يعني، وإذا هذا الشيء منطقي وواقعي فهذا الشيء كمان منطقي وواقعي. من امتى بتدخني كمان؟ ضروريات المشهد. المقابلات. المقابلات مع النجوم الممثلين بيكون في اجواء ساحره بالمقابله. الاستوديو هيك مزهزه زهزه. ارض الاستوديو هيك مفروشه ازهار. العصافير تزقزق في سماء الاستوديو. الفراشات عم بتطير وتحط على انف الممثل النجم الحساس الذي لا يتوانى عن ذكر ربه وشكره كل ثانية على جمهوره ونجوميته. بصير شيخ، الإيمان عم بشرشر منه. بصير قديس، الزايحة ما بتطلع منه وبنشقها، بنشق الموسيقى اللي يطلع منه أي صفة عاطلة. بس مستحيل جاي وحافظ أجوبته مثل الطلاب الشاطرين. إيه وبيضل عم يعمل شو محصور يعني، ما بدك تقول الزايحة عم تفكر يعني. وبس ينسأل عن رأيه السياسي كلنا بنتحمس انه ها يلا ها اجا الاكشن، هلا جاوب كأنك فيك تجاوب، زبطها كأنك فيك تزبطها. ايه بس لا، ايه لا، هو بيكون مزبطها وبيكون طول الليل عامل بروفات ليحضر جواب لهذا السؤال السياسي تحديدا، وبيعطيك جواب دائري ميتافيزيقي ملتف سوريالي، بياخدك على البلد وبرجعك وانت مو فهمان شيء. ايه بس مو الكل بتزبط معهم، في منهم بيجيون السؤال بغير الوقت اللي متوقعينه تماما، بيقوم شو بصير فيهم؟ بيمثلوا بعد ما يخلص العرض. يعني مثل ما صار مع غسان مسعود، يعني هو مثل صح وكل شيء ظريف وتمام، بس كان خالص العرض والمسرحيه مسكره والجمهور رايحين وخلص. ذكرى بكاء غسان مسعود كي لا ننسى. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير. نستقبل معنا في حلقتنا الأولى من هذا البرنامج الفنان الكبير، ذلك الفنان الذي ترك بصمة وبسمة في وجوه الجميع أطفالا قبل الكبار،
ذلك الجبل، ذلك النهر، ذلك البحر المليء بالأفكار، المليء بالأفكار الغنية التي تدخل في قلوبنا والتي تترك في أفئدتنا يعني هواجس كثيرة وأسئلة كثيرة. سأحتل هذه المقابلة لأتوجه إلى ضيفي ببعض الأسئلة، علنا نستطيع أن يعني نواري يعني لا أعرف، سوف نسأله الآن. الفنان ياسر العظمي، في ظل الظروف والوضع الراهن الذي تمر به المنطقة والوطن العربي، ما رأيك بمواقف بعض الفنانين؟ أخي الكريم، مسؤولية التلفزيون مسؤولية كبيرة وخطيرة، لذلك فعل الفنان أن يجود من أعماله وأن ينتقي وأن يتخير لمواقع أقدامه وأن يكون قدوة حسنة. يتهمك البعض بأنك ديكتاتور، ما رأيك بهذا الدور؟ ما المانع أخي الكريم فيما إذا وجدت في نفسي المقدرة على أن أكتب الكلام وأن ألحن وأن أكتب الموضوع، ما المانع؟ البركة فيك. فمن هذا المنطلق أحاول وعلى هذا الدرب أسير. ما رأيك بالمستوى الثقافي المتدني عند بعض الفنانين؟ ليس كل الممثلين يتقنون هذه اللغة الحبيبة. لا أستطيع أن آتي إلى اللحام وأقول له من فضلك أعطني أوقيتين من اللحم الطازج، أو رحت مثلا لعند بغجاتي أو بيا حلو وقل له أعطني كيلوين من الكنافة المدلوقة ومثلها أو ضعفيها من قطايف العصافير. هذا مدعاة للضحك والسخرية. ختاما، ما رأيك بتنظيم داعش الإرهابي؟ وأرجو أن تجاوبني بصراحة. صحيح إن بعض هذه الأعمال ما هو خفيف ومقبول ومنها ما هو نعتذر لهذا الخطأ الفني مشاهدينا، سيتم إصلاحه لاحقا. لسه الأعطال الفنية موجودة بنفس الطريقة وحياتكم ما تغير شيء، لسه شركات الإنتاج عم تعمل دراما بنفس الطريقة ولسه عم يضحكوا على أول العالم بنفس الوقاحة. شوفوا هالخمس نمر اللي هني إنتاج 2013 و2014 على فكرة، يعني مو تسعينات وثمانينات. شوفوا وحكموا أنتوا. شوفوا لأنه البنت اللي قاعدة لحالك لتتجوزها في حدا وسخ لشرفها. عم تفهم؟ ولك حامل مني؟ من ليلة مبارح مثلا؟ لا حياتي، من ليلة المكتب. المجتمع ما بيعرف يربي إلا رجال طغاة طغاة. وهي حق في حق حي وما حقدي. لك وين جبروتك يا جيران؟